أهلين جدان، شو عم تعملي هون؟ ليش جاي لعندي؟ نحنا لسه ما تزوجنا. خلاص بقى عن جد، لما شفتك أول مرة فكرت حالي لقيت رفيق، ما كنت بعرف إنه رح يطلع منك كل هاد. سكرت علينا الباب لأنه ما بدي حدا يسمعني. شو عم تحاول تعمل؟ مو معقولة أنت جودان، يعني ليش كتير مهتمة بأكشار؟ هو شو قدم لك؟ جودان، أنا رح أقدم لك كل شيء أكشات ما قدر يقدم لك يا. حابب إني أتزوجك، وكمان بدي نعمل عيلة حلوة، وما في شيء رح يجمعني أنا وياك إلا الحب. ليش عم تعمل هيك؟ قلي شو رح تستفيد؟ مو معقول كنت متوقع هالسؤال من أي حدا تاني. ليش عم تسألي؟ أنت بتعرفي شو بدي. عم أعمل هيك كرمالك وكرمالي وكرمالنا نحن الاثنين. عم أعمل هيك كرمال حبنا. شو صار لعقلك أنجاد؟ شو هالحكي الفاضي اللي عم تقوله؟ أنجاد لا تفكر إنه أنا بحبك، ما عم تفهم؟ طيب افهم هلأ، أنا ما بحبك. شو؟ شو قلتي؟ أنتي ما بتحبيني؟ قلتي إنك ما بتحبيني؟ طيب ماشي، ألو اقتلوا أخي فوراً. هلأ شو قلتي؟ لساتك ما بتحبيني؟